السلام عليكم المشاهدين القناة، مرحبا بكم. فيديو جديد، نهار جديد، روتين جديد. صباحكم مبروك، نهاركم مبروك. كديرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش كتعودوا؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم، نهار جديد، روتين جديد، روتين يوم الجمعه. جمعتكم مباركه، الله يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين بصالح الأعمال يا رب العالمين. صباحكم مبروك، نهاركم مبروك. الصباح هذا دابا كنشارك معكم الفطور ديالي، شوية ديال خرينكو مع كاس ديال اتاي مشحر بالشيبة على حقو طريق. تبارك الله، ما شاء الله والحمد لله، اللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال، كل نهار ورزقه، اللهم لك الحمد. غادي نفطر ان شاء الله، وغادي نشارك معكم الروتين ديالي اليوم اللي درتها اليوم الجمعة ان شاء الله. غادي نشاركها معكم ونبداو على بركة الله. الروتين ديالنا، النهار ديالنا، بصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على بركة الله، بعد ما فطرت وجمعت المعنات ديال الفطور وجمعت الكوزينة، بقاو ليا هاد الطبيصلات، قلت نقدهم هما الاول، عاد غادي نرد الكسكسو الغدا ان شاء الله. هنايا كنحط وحده فوق وحده، تحتانية فيها الزريعة ديال الكرعة كنعطيها الوليدات، واللي فوق منها فيها السانوج، وهذيك فيها الرز، وهذه فيها البزار، والأخرى درت فيها سبور حبوب، وهذه درت فيها القرفة. كنحطهم هكا زوينين وعمليين. دابا غادي نمشي نوجد الكسكسو ان شاء الله، اللي مولفين كنديرو دائما في نهار الجمعه. هما الكاسكيس ديالي واجدين، تبارك الله، ما شاء الله، اللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الغدا ديالنا واجد، تبارك الله، ما شاء الله. الكسكسو وجدت هنايا بالتيشه اللي كنوجد دائما، وبالسميد الغليظ، والخضيرة طبعا اللي متنوعة ديال الموسم، ومع شوية ديال الفول، شوية ديال الحمص، شوية ديال الحيمة جلديد، تبارك الله، ما شاء الله. ومع الفول عطاه واحد اللذة رائعة، والحمص، والحمد لله، اللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال. وبعد ما تغدينا وصلينا الحمد لله، الله يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين، ارتحت شوية وجيت نعجن شوية ديال المسمن لوليدات هكا توحشوه، قلت علاش لا ما نوجدوش ليهم هكا الكوتي مع شوية ديال البطبوط. غنبدا على بركة الله. هنايا درت شوية ديال الدقيق فينو، شوية ديال الخميرة، شوية ديال الملح، غندوبهم شوية بالماء، ومن بعد غادي نعجن العجينة ديالي. بعد ما عجنتها وجمعتها هكا حطيتها ترتاح، غطيتها بهاد الزيف باش ترتاح شوية، ومن بعد غادي نقرصها. بعد ما قرصت العجينه ديال البطبوط، دابا غادي نمشي نطيب ديال المسمن.
ها هي هادي غادي ندير هو الاول شويه ديال الزبده الدوب، غادي نطيب المسمن غير بالزبده البنات والدقيق ديال فينو، مسمن عادي ديال الدار. غنبدا على بركه الله، هنا درت شويه ديال الزبده الدوب هكا على النار مهيله. الا بغيتو البنات غتزيدوا شويه ديال الزيت الروميه، انا ما كنستعملهاش، كنفضل نستعمل غير الزبده، كيجي مورق وكيجي ناشف تبارك الله ما شاء الله. بعد ما ذوبت الزبده كناخذ هكا القصعه كنحط فيها العجينه ديالي، كندهنها هو الاول بشويه ديال الزبده ومن بعد كندلك بهذه الطريقه، كنورق العجينه ديالي بالزبده وشويه ديال فينو بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا، كنورقها مره واحده ومن بعد كنطوي على جوج، ومن بعد كنطوي بهذه الطريقه اللي غتشوفوا معايا. طريقه سهله البنات، كيجي مورق وناشف وهكا كيجي مقرمل، كيجي زوين تبارك الله ما شاء الله. جربوا البنات هذه الطريقه، طريقه سهله بزاف ما فيهاش تماره، لانه كما كنعرفوا جميع المسمن كنتشهى وهكا يا بعد الخطرات كنبغيو نوجدوه دغيا دغيا وكنعكسو على الطريقه ديالو. باش كنوجدوه كيجينا صعيب، داكشي علاش كنعكسو اننا نوجدوه هذه الطريقه البنات، ما غاديش تعكسو نهائيا. والعجينه البنات بسيطه بزاف واقتصاديه، ما فيها لا بيض لا سكر لا والو، كما شفتوا معايا درت منها بضبوط ومسمن، وكيجي المسمن رائع وناشف ولذيذ ومقرمل في نفس الوقت. دابا بعد ما ورقت هكا العجينه ديالي بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا، كندير في المقله كنطيب هكا شويه بشويه، كنطيب البطبوط والمسمن في نفس الوقت، وبهكا كنربحوا الوقت كنسربيو كما كنقولوا دائما كنضربوا عصفورين بحجر واحد. والحمد لله، اللهم لك الحمد، نحاول دائما نحيدوا العجز، نوجدوا الشهيوات، نمتعوا عائلتنا ونتبتعوا معهم، والحمد لله اللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال. دابا كنطيب كما كتشوفوا معايا البطبوط ديالي جا من فوق تبارك الله ما شاء الله مهوي هكا في الداخل، والمسمنها هو مورق جا رقيق هكا وناشف ما فيهش نهائيا زبده، داكشي علاش انا كنفضل ندير غير الزبده ما كنديرش الزيت، لانه كيجي مزيت وكيكون صحي في نفس الوقت هكا الوليدات وبالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش بزاف قوت هكا لدم. والحمد لله اللهم لك الحمد، ها هو المسمن ديالي واجد تبارك الله ما شاء الله، جا رائع مورق، غادي نوري لكم كيفاش كيجي في الداخل، كيجي بحال هكا مورق تبارك الله ما شاء الله، رقيق ومقرمل في نفس الوقت، والبطبوط حتى هو جا رائع من فوق هكا في الداخل ورائع الصغير هكايا. بالنسبه للوليدات دائما كيحبوا البطبوط الصغير، ومع البريريت ديالها حتى يا لالا مشحار على حقه وطريقه بالشيبه برزتو، والحمد لله اللهم لك الحمد. دائما المسمن ما كيخطاهش اتاي، خصوصا الناس اللي كيدوزوا المسمن هكا باتاي كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو يعجبكم، روتين ديال اليوم يعجبكم، جمعتكم مباركه، الله يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين بصالح الاعمال رب العالمين. شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على التعاليق الرائعه ديالكم باش كتفرحوني دائما، شكرا لكم بزاف، مرحبا وسهلا الف مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بكم دار داركم. كنتمنى ان شاء الله هذه القناه تعجبكم وتستفدوا منها بكل ما هو احسن وافيد واجود ان شاء الله. الى عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه هذه القناه، جزاكم الله خيرا، الله يجعلها في ميزان حسناتكم، وشجعوني بلايك والاشتراك والمشاهده الكامله على الفيديو، الله يجزيكم بخير والله يفرحكم كما كتفرحني دائما. اللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه بنيته الصافيه ان شاء الله، الله يفرح كل واحد كيتمنى شي حاجه ان شاء الله الله يفرحه. الى اللقاء في الفيديو المقبل، شهيوه جديده، روتين جديد، فلوق جديد، وصفه جديده ان شاء الله،
تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.